هاي الإجراءات طلعوا عيوننا بيها سالي. عاملين أدوية من أربيل البغداد، فجينا على سيطرة سد الموصل، مدير سد الموصل، مدير جمارك سد الموصل خلف الله عليه الأستاذ فلاح الجبوري، قامنا بكل الإجراءات الرسمية، وبالتالي من يوم الأحد واليوم للأربعاء لحد البارحة بالليل اجت علينا مفارز، جابونا مدير الجمارك المنطقة الشمالية ضبطونا، سواء محضر ضبط. احنا شنو محملين مثلا مهرب؟ احنا أدوية سليمة صالحة للاستهلاك البشري، منافيس موجود، تصريحة جمركية موجودة، واجينا من منفذ حدودي، جينا مسيلين، احنا جايين من زاخو، من سميل عفوا، من جمرك سميل حاملين وجايين، بس من سيارات من سميل، انا من اربي، وادوية مبردة، ياخذ مستمسكاتك ويقول لك اطلع برا، زين هذا البراد مني شغلة، طلعت برا، انت ما مسيلني حتى انا مأمن، اجيت باكر ولقيت نقص بسيارتي، فالعشرة 20 كرتون، كل كرتون بكذا مبلغ، انا سايق، من يتحمل مسؤوليتها؟ احنا 30 براد السادي حملنا ادوية من دهوك او من اربيل البغداد، خوش حكي. نجي اجينا رسميا، كتبنا رسمية وكله رسمي، اجينا للسيطرة مال السد، خوش حكي، منومني 5 ايام بس بالسيطرة، تمام، جابني هنا للقمرق ذبني، الله اعلم شو وقت تطلع اليوم، باكر بعد اسبوع الله اعلم. وهسه مو هاي الكارثة، الكارثة يقول لي عوف سيارتك وروح توكل الله وياك، زين هاي راد لها تشغيل، هاي البرادات يراد لها تشغيل، من يشغلها هنا؟ من يتابعها؟ اللي يخلص غازه، اللي يحمى ويوقف، اللي لازم متابعه من السائق. خوش هاي الاجراءات طلعوا عيوننا بيها سالي. نحمل من اربيل نطلع على دارمان يوم الثاني، احنا ببغداد التسويق كله، التسويق على جمرك الجاف ببغداد، بجمرك الجاف يوم وثاني تكمل اجراءاتك وتتوكل، يعوفك بعد ما له علاقه بيك. بس هاي التعقيدات الصايره ما اعرف، مسؤول ما يطلع يشوف سيطره، مسؤول ما يطلع يشوف المعاناه.